الناس كانوا، ومن ثم كان الاختيار ديالي باش انني مشيت للمدرسه ديال المغرب التطواني. كان المدرب عبد الحق وليد هو اللي مكلف بالمدرسه، هو عبد الواحد بن حسين، وقال لي واش يمكن لك تلتحق. كنت هضر مع الاب ديالي، كنت مثلا عندي شي 7 سنين، والوالد بغى وقال لي زعما كيف تمشي خدم على راسك شي تريني، احسن ما تبقى زعما كيف الحي كدور ديك شي قرا وتريني. يعني كملتي المسار الدراسي ديالك؟ لا، حد السانكيام خرجت. شنو اللي وقع في هذاك السانكيام؟ يعني الوالد اكيد انه عارض على انك تخرج من السانكيام ولا لا؟ بصراحة أنا ما كنت كنبغي القراية 100%، نقدر نقول واحد 50%. كنت كنغيب بزاف وكنمشي نتريني، مع كانت عندنا لوطري ما في 12 ونص، تريني في 12 ونص الوحدة الجوج كتسالي، حسب داك الجوج ما باش تجي من طوال المارتينا واحد ربع ساعة، ديما كتمشي لك حصة جوج، والصباح راك عارف ما كنوضوش نقرا. يعني هذا هو المشكل، هذا مشكل ربما اللي كتظهر فيه اليوم، هذا من الاشكالات اللي كيعانيو منها بزاف ديال اللعابه الصغار في كره القدم المغربيه. كيجيو يديروا لهم لونترينمون بين 12 و2، واحد كيكون بعيد على المدرسه ب 5 ب 10 كيلومتر، كيفاش يدير لها؟ ربما دي بزاف اللعابه الكواري ضاعوا بسبب هذه المساله هذه. ولكن دابا كاين واحد الحاجه ايجابيه، هو كتلقى الناس اللي عندهم مدرسه اللي كيهتموا بالمدرسه كيمشيو لواحد المدرسه بريفي، كيدخلوا تما اللعاب عندهم في ذاك السونتر، كيديهم مجموعين، وملي كيجيو مجموعين كيغديهم عاد كيديرهم لونطريمون. حنا في ذاك الوقت ما كانش عندنا هادشي هذا. اللي كانت دراسه رياضه سبور اتود اللي عاونت اللعابه دابا شحال لا هذه؟ لا، شحال هادي ما كانش هادشي. كنت الا غيبتي بحال اللي مشات لك لونطريمون، والا غيبتي المدرسه مشات لك المدرسه صافي، كسر واحد حاجه. يعني لو وصفنا، شنو بغيتك توصف لنا مثلا شي نهار من النهارات اللي عانيتي فيهم باش تجي تري وتمشي تقرا في نفس الوقت؟ شي نهار ما بغاش تنسى لك وقعت لك فيه شي حاجه؟ تكون صراحة كنمشي تريني وكنسمع في المدرسة، ياك تكون صراحة كنت كنمشي تريني وكنسمع في المدرسة، واخا الوالد كيغوت عليا الوالدة، مع مرور الوقت عارفوا ما عنديش الرغبة في الدراسة 100، صافي قروا باش يعطوا لي الضوء الأخضر باش نختار المدرسة ديالي. كانت شي مادة عزيزة عليك؟ الرياضة بعدها الوحدة أكيد كرة القدم كانت خيبة لك عقلك. لعبتي في فريق المغرب التطواني، شنو هي ربما الحوايج اللي عانيتي منها في المدرسة ديال المغرب التطواني قبل ما ندوزو للإيجابيات؟ يعني الحاجة اللي عانيتي منها بزاف في البداية ديالك. الحاجة اللي عانيت منها هو كأتبعت بعض الظروف، كتجي كتلقى موالين الدار كتبقى تقول لهم راه فلوس، انت ما خدام ما والو، مازال صغير، راه فلوس باش تشري كوطا، راه فلوس باش نطلع، مع انا ساكن في مارتين تطوان، راه فلوس. انت كتعرف كان في ذاك الوقت واخا كيقول لك سالير، كتوك واحد السالير كيقول لك معطل شوية، كنت ضروري خصك توقف عليها موالين الدار، كتمشي كتسافر، كتمشي للرباط، كتمشي لكازا، كتمشي لوجده، كطلع اليوم في راسهم كيقولوا هذا كثر علينا بزاف. شنو كنتي كدير باش تلقى الموارد، باش تلقى الفلوس؟ شنو كنتي كدير؟ كنت كنمشي بعض المرات، كيكون عندي بعض المرات كان الا كنت كنتريني في الصباح ولا في العشيه مع الوالد، كانوا عنده بطوات، بعض المرات هو كيجي مع العصر ينعس كيقول لك فلوس تمشي تحاسب مع الدراري ولا شي حاجه، كنت كنستافد من ديك النقطه، كنت كنستافد. كيفاش الطبيعه دي الاستفاده؟ لانه الناس يقدروا يفهموا غلط، يقولوا له سيت الوالد ديال باطو في النار، كنت كضرب انت لا الصباح لا اللي لا تفسر لهم. بالعكس، كنت تما مع الوالد، كنخدم كنجي كيعطي لي، كنت باقي صغير كيعطي لي 70 درهم 80 درهم في النهار، كنخبعه وبقيت ماشي بشويه بشويه، والوالد كيزيد يعاوني، خصوصا من شاف الناس كيهضروا عليا مزيان في الكوره، وكيطلع يتفرج بعض المرات كان كيطلع يتفرج، كيعجبو الحال، كيعجبو الناس كيهضروا عليا، من ديك النقطه بدا كيعاوني.